صبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم ما عندي موضوع معين، هي عبارة عن جولة مع أشهر الأمثال العربية والشعبية اللي نستخدمها دائما في حديثنا. اليوم من خلال الحديث هذا أبغى أحكي قصص الأمثال المشهورة، منها رجع بخفي حنين، مواعيد عرقوب، إياك أعني واسمعي يا جارة، لا عطر بعد عروس، أو الأمثال الشعبية اللي اختشوا ماتوا، دخول الحمام مش زي خروجه، عادت حليمة لعادتها القديمة، بين حانة ومانة ضاعت الحانة. نبدأ بالمثل العربي الشهير رجع بخفي حنين. هذا المثل يضرب عند اليأس والرجوع بخيبة الأمل. قصة هذا المثل باختصار، يقال أن رجلا إسكافيا، يعني يعمل في تصنيع وبيع الأحذية، اسمه حنين. جاه مرة رجال وسأله عن سعر الحذاء لكنه ما شراه، فغضب حنين من تصرف هذا الرجل وأراد أن ينتقم منه. سكر صاحبنا حنين المحل وخذ الحذاء اللي كان يبغى يشتريه الرجال وصار يلحقه، ورمى فرده من الحذاء في الطريق. الرجال شاف الحذاء وقال ما أشبه هذا بخفي حنين، يقصد انه كان يشبه الحذاء اللي شافه في المحل، قال لو كان موجود الثاني خذيته، وترك الاول وكمل طريقه. مشى مسافة وكمل طريقه، لقى فردة ثانية موجودة في الطريق، طبعا حنين اللي حاطها، فقال لازم اخذ الاولى. فكان معاه اغراض ومتاع واشياء شاريها من السوق، حطها عند شجرة قريبة وربطها، وخذ الفردة الثانية من الحذاء ورجع بياخذ الفردة الأولى. طبعا حنين كان يراقب التصرفات هذه، جاء وأخذ كل أغراض الرجال ورجع للمحل وخذ كل الأغراض. طبعا الرجال الثاني راح خذ الفردة الأولى، بعدين رجع وخذ الفردة الثانية، بعدين التفت وما لقى الأغراض اللي كان حاطها عند الشجرة، فأخذ الحذاء ورجع إلى أهله، فقالوا بماذا رجعت؟ قال رجعت بخفي حنين. ننتقل الآن للمثل الثاني، مواعيد عرقوب. هذا المثل يضرب للرجل الذي لا يفي بوعده ويكذب في الوعود. عرقوب هذا اسم رجل، جاه مرة أخوه وطلب منه، فقال له عرقوب إذا أطلعت هذه النخلة فلك الطلع، يعني لك طلعها، فلما أطلعت قال دعها حتى تصير بلحا، فلما أبلحت قال دعها حتى تصير رطبا، فلما أرطبت قال دعها حتى تصير تمرا، فلما أتمرت جاء عرقوب في الليل وأخذ التمر ولم يعطي أخاه شيئا. ننتقل الآن إلى المثل الثالث، إياك أعني واسمعي يا جارة. يقال أن أول من قال ذلك هو سهل الفزاري. خرج مرة ودخل حيا من الأحياء فرأى امرأة جميلة أعجب بها، فصار ينشد هذه الأبيات: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. المثل الرابع، لا عطر بعد عروس. يقال أن هناك رجلا اسمه عروس، اسم الرجال عروس، تزوج امرأة وأرادوا السفر، اللي هو عروس الزوج وزوجته، فالزوجة نسيت تاخذ عطرها وجو أهلها يعطونها العطر حقها، فقالت لا عطر بعد عروس، يعني أنه زوجها هو العطر الأكبر. الله أكبر. نحكي الحين عن الأمثال الشعبية، وآسف طولت عليكم، لكن بنكمل قصص الأمثال هذه. في مثل معروف عند إخواننا المصريين اللي هو دخول الحمام مش زي خروجه. هذا يقولون أنه في واحد صاحب محل حمام في السوق، حمام من الحمامات العامة، فكتب لوحة برا الحمام عليها عبارة دخول الحمام مجانا، صارت الناس تجي وتشيل ملابسها وتتحمم. طبعا هو شو يسوي؟ ياخذ الملابس هذه حقتهم ويخليها عنده ويخبيها في مكان، فلما يخلصون ويتنظفون ويدورون الملابس ما يحصلونها، فيسألون الرجال صاحب الحمام وين الملابس، فيقول
ادفعوا قيمة الحمام وأعطيكم ملابسكم. طبعا زعلوا مباشرة وقالوا كيف أنت كاتب لوحة برا دخول الحمام مجانا؟ قال أنا كتبت دخول الحمام مجانا لكن مو بالطلوع مجانا، فدخول الحمام مش زي خروجه، فصار مثل معروف ومشهور. من الأمثال المعروفة مرة عادة حليمة لعادتها القديمة. طبعا يقال أنه في قصة لهالمثل، مما يقال يعني أنه في رجال كان كريم وبيته دايم عامر بالضيوف، وكانت زوجته بخيلة مرة، فكانت إذا سوت الأكل لهم تحط على الأكل شوي سمن ما تكثر لأنها بخيلة. فالزوج كان يتضايق من هذا التصرف وينحرج من ضيوفه، فجت فكرة قال لها اللي يكثر سمن على الأكل يطول عمره، فهي اقتنعت بالفكرة هذه وصارت تكثر من السمن، والضيوف انبسطوا والزوج انبسط بعد لأنه الضيوف انبسطوا. فبعد سنوات مات ولد لها، فأحزنت عليه مرة وتمنت الموت، فصارت تقلل من السمن ما عاد تبي طولة العمر. فقالوا الضيوف لما شافوا السمن قليل على الأكل عادت حليمة لعادتها القديمة. حليمة هي زوجة الرجال الكريم. في مثل معروف اسمه بين حانة ومانة ضاعت الحانة. قصة هذا المثل باختصار أنه رجال تزوج حرمتين، واحدة صغيرة في السن اسمها حانة، والثانية كبيرة في السن اسمها مانة. فكان إذا نام عند الحرمة الأولى اللي هي اسمها حانة تشوف لحيته فيها شعر أبيض وتشيله، تقول أنت توك شباب ما يصير الشيب. وإذا راح من بكرة عند زوجته الثانية اللي هي مانة تشيل الشعر الأسود، تقول أنت رجال كبير في السن ما يليق فيك إلا البياض. وصار على هذه الحالة، إذا راح الحانة شالت الشعر الأبيض، وإذا راح المانة شالت الشعر الأسود. بعد فترة لاحظ أن لحيته نصها راحت، فقال هذا المثل المشهور بين حانة ومانة ضاعت الحانة. أختم حديثي بهذا المثل المشهور جدا اللي اختشوا ماتوا. طبعا أعتقد أنه أكثركم يعرفه، لكن يمكن في أحد ما يعرفه، عاد هو بنفسي أنا بقوله حتى لو كلكم تعرفونه أنا أبغى أقوله. المهم اللي اختشوا ماتوا. يقولون قصة المثل هذا أنه في مجموعة من الحريم ادخلوا حمام من حمامات السوق يبغون يتروشون ويتنظفون، فصار حريق جوا الحمام، فالحريم انقسموا إلى قسمين، ناس اطلعوا خافوا من النار وطلعوا بدون ملابس. طبعا القسم الثاني من الحريم ما طلعوا، يعني شافوها صعبة أنهم يطلعون وما عليهم شيء وفي السوق وقدام الناس، فاختنقوا جوا الحمام وماتوا. فجاء صاحب الحمام بعد ما سمع الخبر وسأل الحارس اللي برا، فقال له ايش اللي صار وكم اللي ماتوا؟ فقال اللي اختشوا ماتوا، يعني الحريم اللي استحوا يطلعون بدون ملابس ماتوا. في مثل، لا عاد انا كثرت عليكم اليوم واتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا، حرصت انها تكون بالعامية. شكرا لكم وفي امان الله.